الجديد يقدم توم خليفة. مساء الخير. تعدد الزوجات موضوع رائج بعالمنا العربي، ولكن الجديد بالموضوع انه بلشنا من فتره قليله نسمع اصوات نسائيه عم بتطالب وبحده بضروره انه النساء تقتنع بفكره تعدد الزوجات كحل لمشاكل العنوسه والارامل والمطلقات. دكاتره ونائبات بمجلس نواب عربيات وناشطات عم بيطلعوا بالإعلام وعم بيدعوا النساء للتخلي عن أنانيتهم وما يعتبروا الرجل ملك لإلهم ويرفضوا إنه يشاركهم حدا فيه، بل بالعكس عم بيدعون إلى إنهم يقبلوا إنهم يكونوا زوجي تانية وتالتة ورابعة لما في مصلحتهم الشخصية. وبالجهة المقابلة في نساء متطرفات بآرائهم بعدم قبول تعدد الزوجات. الليلة رح نكون بين هالآراء المتعددة ورح نتناول هالموضوع مع سيدات من مختلف المجتمعات العربية بتشجع على تعدد الزوجات وسيدات بترفض الأمر وبتعتبره غير مقبول. هاشتاج هيدي الحلقة ومنطلقه هلأ، وهو تعدد الزوجات. شو في بحلقة الليلة؟ خلينا نشوف كيف عم بتطالبي بتعدد الزوجات. فكرة مش غلط، بزوجة واحدة ما تكفيش. مين خبرك؟ أنا بضحك والله، أنت مدينة رجالة في الوطن العربي أكبر من حجمهم بكتير. عفوا. النشاطات الجنسية يعني معمولة ليه لو هي الرجالة بالفحولة اللي إحنا شايفينها دي يعني؟ عم بتشتونا بالمنشطات؟ لا والله، وقفوا خدوا منشطات لشوف شو بدهم يعملوا. عشان تضيعوا وقت. هي الكتاب إلك معلمة، شوفوا إذا بتسترجي تقرا الكلمة. فإن خفتم ألا تقسطوا في انت عشتي بلا جنس؟ لا قدرتي تعيشي بلا جنس؟ شو هالحديثة يا؟ يسكتوا اشو ايه؟ شيلوا هن بقى بينكم بال. ماذا لو اكتشفتي ان زوجك متزوج عليك زوجة ثانية او ثالثة او رابعة؟ سأذهب الى الطلاق. توني خليك مع. لحظة شو صار هلا؟ بعد شوي بتطلع على الصرخة وبشوف الشباب والصبايا راكدين. الحقنا ست مريم كبت حالها. خليكي ما تتحرك، المهم نفوتها الطوارئ. يعني ساع زوجي اذا راد يتزوج ارمله ومطلقه امنع؟ لا ما امنع. اسمحي لي 15 هذه تسلى، لا تتزوج 15 سنه. مزوجه انت نائبه حاتب الحكومه ان تقوم بواجبها، مش تطلب من الناس تروح تعدل. حتى لإلك. إلي مش غلط. بصراحه سخيفه وتهين النساء. فلكم من النساء انكحوا بنكحوا فعل امر. بعدي محلي بقعد محلي احسن ما يتحمس على الرابعه. اللي ليش تزوجت اكثر من ست؟ كل حصان له فزه وكل سيف له هزه وكل مراه لها لزه. وكانك مهيئ لزواج خامس. جاهز. شو بيصير لك تشتري بس على اساس تربح. بس خبرك انه بده يتزوج عليكي؟ زعلتي شوي. شوي زعلنك. السيارة بدها توصل لوين؟ خلاص ما عجبتها. بنحييكم وبذكر بالهاشتاج اللي اطلقناه، هو تعدد الزوجات. رح رحب بضيوفي. معي من الأردن المحامية هلا عاهد، عضو في اتحاد المرأة الأردنية ومستشارة قانونية
ضد تعدد الزوجات وترفض كلمة عنوسي. مساء الخير. أيضا معي الأستاذة هبة شلبي، اختصاصية صحة نفسية، معالجة ومحاضرة واستشارية أسرة، ومؤلفة كتاب التعددية الزوجية. هيدا الكتاب اللي عم بتشوفوه، من خلاله بتدعي هبة إلى تعدد الزوجات وضرورة أن يكون للرجل أكثر من زوجة، وتدعو النساء إلى أنه هن يسعوا إلى تزويج أزواجهم بزوجات تانية، أو يقبلوا الفكرة، بس أو يتبنوا الفكرة، يقبلوها يعني، يقبلوها. أنت قبلها؟ آه، ما قبلهاش ليه؟ يعني شايفة أنها مش حاجة غلط. أهلاً ست هبة. أهلاً بيك. غدير أحمد من مصر، ترفض تعدد الزوجات، ثائرة مثل ما سبق وعرفنا عنك قبل على مواقع التواصل الاجتماعي، وإلك مواقف بيتهموك بأنك عم بتحرضي على الفجور، وعم بتحرضي على أمور خارجي عن إطار وقواعد مجتمعنا. إلى جانبي أيضا مريم نور. ست مريم، اللي دايما بنجيبها على الحلقة وإيدنا على قلبنا، إنه ما بنعرف بأي ساعة بتفل، بس إن شاء الله الليلة تهدي. بدي إياكي بهاي الحلقة ست مريم تكوني الحكم على الشيء اللي راح نسمعه، لأنك أول شخص تحدث بالإعلام بكل جرأة وسمى الأمور بأسمائها، حكيت بالجنس علني، حكيت بالعلاقة بين الرجل والمرأة علني، حكيت بالأديان علني، حكيت بالمجتمعات علني. ناس كتير بأيدوها، وعندها ناس صاروا مثل أتباع لفكرة ولا ثقافتها. بالمقابل في كم هائل أيضا من الناس اللي هني حتى ما بيقبلوا يقعدوا بمكان موجود فيه مريم نور، لأنه بيعتبروها مشعوذة، بيعتبروها ما بعرف شو من الصفات. ست مريم أهلا وسهلا فيك. أنت مع تعدد الزوجات ولا لا؟ خليني بلش معي. استفتي قلبك ولو أفتوك. يعني استشير نفسك، عطشك غير عطشي انت، استفتي قلبك انت، النهر معه خريطك بديرو على البحر. شكرا ست مريم. هبة شلبي، فسري لي لإلي بس، يعني انا بفهم انا كرجل اني اكون مع تعدد الزوجات، لانه هذا الموضوع يناسب الرجال. سهله، طبعا سهله، بس انت كامراه كيف انت موجوده عم بتطالبي بتعدد الزوجات؟ يعني من اي خلفيه، من اي شعور، من أي ذهنية؟ بعيداً عن الشرع، تركي لي الدين هلأ على جنب، لأنه الكل لما بده يبرر هذا الموضوع بيقول لك هيك هذا. هون بيعرفوا الدين ساعة، هون بيعرفوا الدين، هون بنصير نعرف الدين على أي أساس بدي. أنا أصلاً الكتاب مش معمول، التأكيد، الفكرة مش معمولة على أساس ديني. الكتاب بوجه فيه رسالة بقبول فكرة التعددية، يعني أن أنا بقول لكل امرأة يعني حاولي تقتنعي بالفكرة، الفكرة مش غلط، الفكرة أساسها مش غلط. طيب أنت بتسألني ليه، اشمعنى أنت يعني، أو أنت شايفة كامرأة بتوافقي على الفكرة إزاي؟ أنا شايفة أن الفكرة صح، والفكرة أصلا مش فكرتنا، ده عايزة أقول عادة بشرية بدايتها من الجيل الثامن لأبناء سيدنا آدم، وتورثناها جيل بعد جيل بعد جيل، ووصلت لحد فترة الإسلام ونزلت بتشريع. أنا قبل الفكرة جدا، شايفها فكرة مناسبة كتير قوي بالنسبة للمجتمع العربي، وشايفها كمان الأهم أنها بتعالج مشكلة الانحراف. الانحراف؟ أو طبعا. كيف يعني بتعالج مشكلة الانحراف؟ التركيبة الفسيولوجية للراجل، هو فعلا محتاج أكتر من زوجة، زوجة واحدة ما تكفيش، دي تركيبته الفسيولوجية بقى. مين خبرك؟ اقرأ بحاس كتير ودراسات كتير اتعملت أن التركيب الفسيولوجي للراجل قوامه ممكن يشتغل على أكتر من ست، لكن الست لا، يشتغل على أكتر من ست. يعني يقدر يكون ليه أكتر من زوجة، لكن الست لا، ما يكونش ليه أكتر من زوج. هي أصلاً تركيبتها الفسيولوجية مش مهيئة لكده. أنا ما بقولش كلام جايبة من عندي، أنا بقول كلام النساء اللي بيشتغلوا بتجارة الجنس. أيوة، أنا بدي أقولك المومسات وخلينا نصفهم اللي بيشتغلوا بتجارة الجنس، للعبارة اللي استعملتها الأستاذة هالة. طيب هيدي بتقدر تظهر مع 20 زلمة بالنهار الواحد، مالوش علاقة ده بالتعددية ولا بالتشريع. لا، عم نحكي عن التركيبة الفيزيولوجية اللي عم بتقوليها. هي في الحالة دي أصلا بتمارس شيء أبنورمال على طبيعتها. نعم. يعني هي مش بتمارس الحياة الطبيعية، أو مش بتمارس الشكل الطبيعي، وعندها مشاكلها الصحية والفيزيولوجية، وتكرار العلاقة الجنسية مع أكتر من راجل ده بيأثر. طيب، على جسمها. بس قبل ما ننتقل للوقت، كمان في رأي آخر بيشبه كتير رأي
ست هبة بس على متطور أكثر ومتقدم أكثر في المملكة العربية السعودية مع الدكتورة زهرة المعبي. يعني اللي كان مفروض كمان تكون معنا ولكن لظروف معينة ما قدرت تجي على بيروت. خلينا نشوف هذا الموقف. شو بتقول الدكتورة زهرة؟ امرأة واحدة لا تكفي، والله خلق آدم، هذا سيدنا آدم كده هو الرجل هذا على إنه مكيف، إنه بقدرة ربنا إنه يعيش مع أربع زوجات، وعنده قدرة كامنة في جسمه، في قلبه، في مشاعره، في عواطفه، يوزعها على أربع زوجات ما عدا الزوجة سبحان الله ما عندها إلا قلب واحد واتجاه واحد، تقعد مخلص العمر كله لهذا الرجل، والله حتى في الضمير ما تخونه. عشان كده ربنا عارف قدرات الرجل وأباح له إنه يتزوج. اتزوج ولا لا مؤاخذة يمشي في الحرام، أنا ندائي وخطابي دائما للزوجات لازم يكبروا عقلهم ويعرفوا إنه الزواج ترى هذا التعدد بأمر من الله. غدير قبل ما ارجع شفت غدير اكثر حدا فعل يعني انا بضحك والله، انتم مدين الرجاله في الوطن العربي اكبر من حجمهم بكثير، يعني الكلام اللي بيتقال ده عفوا سوري لا فسري لي الفكره شوي يعني انا حسيت كده في لحظه ما وهي بتتكلم الاستاذه ان يعني في هرقل جديد وهو يصف نفسه انه الرجال في العالم العربي يعني فحوله وكلام زي كده، فده مش موجود. يعني امال مين اللي بيتصدر مواقع البحث في الوطن العربي على الافلام الجنسيه والافلام الاباحيه والمنشطات الجنسيه يعني مامونه ليه لو هي الرجاله في الوطن العربي بالفحوله اللي احنا شايفينها دي؟ يعني مش فاهمه. لا الكلام ده مش حقيقي طبعا وكلام يضحك، انا اسفه يعني. طب انت ايه شو عرفك بالفحوله العربيه؟ منين بتعرفي؟ متزوجي حضرتك؟ لا مش متجوزة. طيب كيف اختبرتي الفحول العربية؟ تنتقدتي هذا الكلام؟ من الأبحاث اللي موجودة، من الأبحاث اللي موجودة. من الأبحاث؟ في أبحاث بتقول إن إحنا عم بتهتونا بالمنشطات؟ دولة لا عم بتهتونا بالمنشطات؟ لا والله وقفوا خذوا منشطات لشوف شو بدهم يعملوا. أنت ضد الكلام نهائياً؟ أنا ضد الكلام طبعاً. أستاذة هلا هلا مع الاحترام لكل الآراء ولكن هو السؤال لماذا التعدد؟ نعم عم يبرر يعني صحيح. التبرير شفناه واحد انه لكي لا يذهب الرجل الى الانحراف. اولا من يريد ان يذهب الى الانحراف سينحرف حتى لو لديه اربع زوجات، ولهذا نرى بان هناك من يريد ان يشرع ايضا زواج المسيار وزواج السفر وغيرها من الزيجات حتى وهو يمتلك زوجات اخريات. وسنجد أيضا أن من يبرر هذا التعدد سيتزوج بأربعة ثم يعود ويطلق واحدة ليعيد العدد، هذا ليس مبرر لنقول بتدمير حياة أسرية للأزواج وبإهانة النساء لنبرر التعدد. تعتبريها إهانة؟ نعم أعتبرها يعني إهانة. يعني عندما يتزوج الرجل إهانة لكليهما لهذه المبررات. إذا أردت أن أعتبر بأن الرجل ليس أمامه إلا الزواج للعلاقات الجسدية فقط هذا إهانة للرجل قبل أن يكون إهانة للمرأة. يعني نحن نريد أن نتطلع إلى مؤسسة الزواج ونعيد لها احترامها بوصفها مؤسسة قائمة على المودة والرحمة وقائمة على السكينة بين أفرادها لا على العلاقات الجسدية ولكن بين الأزواج. العلاقة الجسدية هي جزء أساسي صحيح جزء منها وقائمة عليها، ولكن لا ينبغي أن يكون هناك مبرر لآخرين للانقضاض على هذه العلاقة الأسرية وتدمير هذه الأسر وتشتيت الأطفال وما نراه نحن في المحاكم من جراء هذه الزيجات لنقول بأنه ليحق له أن يذهب في علاقة لأننا لا نريد له أن يرتكب الحرام. هو عمليا لا نريد له أن نشرع هذه العلاقات يعني حتى دينيا، ونحن لا نريد أن نخوض في دينيا كثيرا في هذا لأنه لسنا فقهاء تحديدا، ولكن الأمر الواضح بأنه حتى كما أشارت الأستاذة بأنه هي مسألة في جميع الشرائع. نعم. الله سبحانه وتعالى عندما خلق آدم خلق له حواء ولم يخلق له حين خلقه أكثر من حواء أكثر من امرأة، فإذا كانت هي الوحدانية ابتداء. عفوا ولكن في الجنة الرجل يتزوج أربعة ويكون عنده 70 من حور العين. ومن قال لك أنه لن يكون للنساء حور عين أيضا؟ لا نريد أن نذهب إلى هذا التفكير. عرفنا يعني كان نقل إلينا كما نقلت لا نريد شو ست مريم حاجة تضيع وقت. لا إحنا بالضبط إحنا خلينا في الموضوع نضيع وقت. هلا هيدي بالحيوانات منا موجودة بس بالإنسان في كبت جنسي وبالإنسان في حروب ودمار. الحيوانات ما دون الحيوان هالموضوع. قروا كتاب النكاح قال الحبيب وانكحوا ما طاب. خلص
فاذا كل واحد يستفتي قلبه تقعدوا تقروا هي الكتاب لك معلمه شوف اذا بتسترجي تقرا الكلمه لك هو لو كتاب بقراه بتعطيني كلمه بتعطيني مجلدات الايه الكريمه لما نزلت فان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا لكم ما طاب من النساء مثنى وثلاث ورباع العنوان بشع لا منه بشع ابدا هز العالم استاذ طوني هي معناتها ملح ماشي العرب ما بنقرا واذا قرينا ما بنفهم واذا فهمنا ما بنعرف نوصلها بنوصلها غلط طيب. حياتنا كلنا مرتبكه على الجنس ايه على شو مرتكزه الحياه؟ على الحياه على الحقيقه مين منا عم يفكر تعيشي بلا جنس؟ جنس انت عشتي بلا جنس؟ قدرتي تعيشي بلا جنس؟ بس هي جزء من الحقيقه تعالوا نفتش على الحقيقه يا اخوتي تعالوا نفتش على التوحيد خلص شيلوا هالزياح ما في فرق بين لبنان وسوريا طيب. وكل خليني العالم. بس ارجع كمل الفكره تبع ست هلا يعني اذا بدنا نضل نتحدث بما جاء في تشريع الاسلام، الاسلام جاء في تشريع التعدد نعم. حتى يقلل مما كان سائد كما كان سائد عند الشرائع تقييد وهو رخصه في حينه ولم يكن واجب نعم. بمعنى ان على الرجل ان يذهب للتعدد هي رخصه طيب. برايك ما هي الخلفيه التي دفعت بسيده حضرتك متزوجه مطلقه ارمله ليش الرجال بس موت مرته ما بيقولوا له أرمل قال له ماتت مرتي شو بدي أعمل قال له بتتجوز بعدك شاب قال له بس الليلة شو بدي أعمل هذا الرجال ما همون حاجة تحت الشرح هذا تضيع وقت هبا. يعني لو لم تكوني أرملة اليوم لو أنت كنت متزوجة وعلى ذمة رجل عايشة أنت وياه ببيت واحد هل كنت سمعت منك هذا الكلام وهل كنت عملتي هذا الكتاب لأنه بهذا الكتاب حكي عن الأرامل حكي عن العوانس يعني العانس وحكي عن المطلقات يعني ما حكينا عن العزبات يعني عن يعني ما جبتي سيره النساء اللي هن لم يتزوجوا اللي متاخره في الجواز جبتها البنت المتاخره في الجواز تفضل طيب الاول سبب الكتاب فعلا ان انا اتحطيت في موقف اني اكون ارمله لما بقيت ارمله ادركت شيء في عالم الرجال ما كنتش عارفاه وانا محصنه متزوجه اللي هو ان كل راجل متزوج بيسعى لاقامه علاقه او يكون في زوجه تانية او يكون في شيء في حياته تاني تمام من دون تعميم بشكل عام لا حالات استثنائيه طبعا يعني اقصد بقول بشكل عام دي بمعناها ايه حديث تضيع وقت هيك انا ماني بهالمستوى ابدا اسمعي استفيدي شو عم بتضيع وقت شو الشريعه طيب. الحيوانات كلها أفهم منها وأحلى منها وانكحوا ما طاب حطوا في واحد مرة قال بدي أسأل عليه سؤال قال له لو سألتوني نفس السؤال بعطيكم ألف جواب وجواب وما في جواب مثل الثاني اللغة العربية يا خي كل كلمة إلى ألف معنى ومعنى حش ضيع وقت طيب كل واحد يتعرف على نفسه بس خلينا نسمع وجهة نظرها ليش هي بدها ليش بدك تسمع وجهة نظرها ما بدك تسمع وجهة نظرها رح اسمع وجهة نظرك بس خليني اسمع وجهة نظرها تفضل اللي عم تسمعهم كلهم خاطركم شو هالحديثة ما فيني اقعد معكم طيب بس ما بدي اياك تفلي نهائيا لاني عايزك بفقره ثانيه ضروري تكوني بكون فيها كون وحده فيها ويسكتوا ايه طيب اوكي هلا بس بقعد وحده بس تخلص من الصرصره طيب. بيجي اوكي بس هالدواء الله يرضى عليكم لانه ماشي هيدي صرصره بدي ضيع وقتي هيك تعبتوا تحكوا اشوي طيب شو بدك ايانا نحكي ماشي شيلوا هال بقى بالكم ما بقدر انا اكون هيك خلي الميكرو ما بدي لا خلي الميكرو ولا شيء هيدي بتحط الخزامه هون بتروح كل الامراض هيدي هون خلص خلي لي هون خلي لي هون كتاب اسمه صوموا وتصحوا طيب لحو هيدا الكتاب خلي لي اياه هون ما بدي اياه هون بدي اقعد احكي وحدي بس ما بدي حدا طيب يلا بس خلينا نخلص بالهم بال هيدا حديثهم لا منك بالله انت السبب هيك بدي اقعد اسمع هيك حديث تفضلي هبه يعني لو انت كان بعدك لحد اليوم يعني لو زوجك لم يتوفى أوكي. لا يزال على قيد الحياه كنت انت اليوم اذا كان بيرغب في ان هو يتزوج زوجه ثانيه هوافق ده سؤالك وانا برد هتوافقي ليش هوافق لان انا بعد دراستي للموضوع ده دراسه بحثيه الكتاب ده مش مجرد كلام بعد دراسه للموضوع فعلا بيبقى في حالات ما بقولش ده تعميم ما بقولش كل راجل يتزوج على مراته زوجة تانية ولا تالتة ولا عشرة طيب العينات اللي عملتيها عليها دراساتك عبر صفحتك غدير شو بيقولوا ده كان حاجة تانية منفصلة شوية بس بيّن عندك انه في فيني كان في 200 بنت بحث استقصائي على الانترنت
كان رقمي وكان بيتسأله سؤال مارسوا الجنس قبل الجواز ولا لا، و72% قالوا اه. 72% مارسوا الجنس قبل الزواج. اه اهو ده بقى اللي انا بتكلم فيه. مارستوا مع مين؟ بس هو بنات مش رجاله. اوكي مارستوا مع مين؟ ما مارستوا مع راجل، هي مارستوا مع نفسها، مارستوا مع راجل. طب مارستوا مع راجل، الراجل ده بقى متجوز ولا مش متجوز؟ ايه بقى محل ده في النقاش؟ يعني ايه اللي يخليها يعني ايه اللي يخلي واحده تعمل علاقه جنسيه مع واحد عشان احتياجات جسمها كده؟ حلو قوي. طب ما هو يبقى الاولى ان هو يتجوز زوجه تانية ويبقى يقضوا الاثنين احتياجاتهم الجسميه. لما نتكلم عن الستات مش بالضروره نكون بنتكلم عن الرجاله، يعني لما نقول ان الست عندها رغبه جنسيه زي الراجل مش بالضروري خالص نقول ان الراجل هو كمان من حقه بقى انه يتجوز الست اللي عندها رغبه جنسيه. لا ده مش منطقي. لما نتكلم عن الستات ما هما الاثنين مع بعض. لا مش مع بعض. لا مش مع بعض. هما هي كل واحده يمارسها لوحده ولا هما الاثنين مع بعض؟ لا انا دلوقتي بنتكلم عن حاجه ثانيه. البنات الصغيرين اللي لسه ما اتجوزوش مارسوا الجنس، فانت دلوقتي خدتينا لنقطه ان هما مارسوا الجنس مع رجاله متجوزه ولا مش متجوزه، فالرجاله المتجوزين منهم من حقهم يتجوزوا الستات دي. لا مش من حقهم. في اللي انا عملته كان اغلب العلاقات مع بنات كبروا في السن الجواز، واللي مارس معهم العلاقات الجنسيه دي رجاله متجوزه. اسمح لي اولا النقاش يعني ذهب فينا بعيدا في هذا الموضوع. في موضوع تعدد الزوجات نحن نهرب من المشاكل لحل ليس حل. نريد أن نهرب من قضايا الانحراف أو التحرش الجنسي، نريد أن نهرب إلى قضايا التعدد، نريد أن نهرب من ارتفاع سن الزواج ونذهب إلى التعدد. يعني نحن نريد أن نحارب المشاكل لها علاقة بالاحتياجات الجسدية فنهرب للتعدد. هذه ليست الحلول. نحن لدينا مشاكل حقيقية تؤدي لكل هذه الاختلالات، منها الفقر، البطالة، غياب المفهوم لمؤسسة الأسرة بشكل أساسي. ولكن ضوت غدير على نقطة كتير مهمة. تمام. إنه هيدا الموضوع اللي معمول منه قصة كبيرة. حسب بحث عملته غدير تبين انه هاي الفحوله الذكوريه بالمجتمع بمجتمعاتنا منها هالقد متطلبه. يعني اللي خلى الرجاله او القدرات الجنسيه للرجاله تبقى بتبان بالشكل اللي احنا شفناه دلوقتي ده او بالشكل اللي اتصاغ في الكتاب، فده لان الناس بتتكلم اكتر عن قدره الرجاله الجنسيه وما بتتكلمش عن قدره الستات الجنسيه، لان هم مش متخيلين ان الستات هم كمان بيشتهوا الجنس في الاول وفي الاخر. هم مش شايفين ان الستات هي كمان عندها رغبه جنسيه ومن حقها ان هي تكون بتعبر عنها. طب الستات دلوقتي علشان هي بقى قالت ان ده عاده بشريه، طب وهي الستات من قديم الازل بقى ما رغبتش في الجنس؟ كان في تعدد ازاي؟ ازواج، ولكن ازاي؟ المجتمعات لما تطورت بالزبط. باتجاه ان لا يكون هذا التعدد للحفاظ على وحدانيه الاسره. هذه مساله مهمه. نحن اليوم لو نطلع على الارقام، ارقام عدد الذكور في العالم وعدد الإناث، ستجد بأنه خلافاً لكل ما يشاع، وهذه إحصائيات رسمية صادرة عن الأمم المتحدة، أن أعداد الذكور ونسبهم أعلى من أعداد الفتيات. فإذاً لم يعد تعدد الزوجات هو الحل لهذه المشكلة. ونحن حين نتحدث عن مشكلة ارتفاع سن الزواج، ولهذا أنا أرفض أن نسميها عانس، لأنه هناك أكثر. أنت بترفض كلمة عانس؟ برفض كلمة عانس لأنه هناك أكثر من مشكلة. أولاً نتحدث عن ارتفاع سن الزواج وكأنه ارتفاع اضطراري، ولا نتحدث أنه قد يكون اختياري. قد يكون هناك شباب ذكور وإناث لا يريدوا الزواج، لا يريدوا أن يدخلوا في المؤسسة الزوجية. مسألة أخيرة قبل إذا تكرمت، حتى هناك ارتفاع سن زواج لدى الشباب العرب، لا يستطيعوا أن يتزوجوا لأنه ارتفاع في المهور، ارتفاع في معدلات البطالة بشكل كبير، هجرة الشباب، يأسهم من الأوضاع القائمة. فهذه مشكلات لماذا نهرب منها ونقول بأنه هو الحل فقط في تعدد الزوجات، وهذا الحل سيمنح لفئة قليلة فقط قادرة على أن تمارس هذا التعدد ماديا. أنت يعني اليوم المنتفضة بهذا الشكل على تعدد الزوجات، ماذا لو اكتشفت أن زوجك متزوج عليك زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة؟ سأذهب إلى الطلاق قطعاً، لن أقبل. طب ليه لن تقبل؟ لن أقبل. لماذا عليه أن يذهب؟ في سبب. إن كان هناك سبب فلينفصل، كل واحد يروح في حاله ويمارس حياته ويذهب ليتزوج بأخرى. اللي شايفة أن مفهومك إيه؟ يعني هو عشان يتجوز واحدة تانية ده إيه مشكلته معاكي؟ مشكلته معي بأنه ذا نفس، أنا بالنسبة لي نفس أن يقوم بعلاقة مع امرأة أخرى بدون زواج، لا يختلفان. أوكي. على العكس. هون الشرع عطي غطاء بهذا الموضوع. نعم أعطاه غطاء، ولكن هنا مسألة يجب أن نفهمها تماما. هذه صلاحية جوازية، وإن كان الشرع قد جاء فيه ولكنه كان رخصة، ولا يعني هذا أننا يجب أن نمارسه دائما. هو ليس واجب. اليوم كيف يمارس تعدد الزوجات في العالم العربي؟ نحن حين نبرر تعدد الزوجات يقال
الرجال يموتوا في الحروب فيظل عدد نساء بشكل كبير، فينبغي أن يكون هناك تعدد بالزوجات. قل لي كم رجل في العالم العربي اليوم حين يعدد يتزوج امرأة أرملة أو مطلقة؟ معظمهم يبحثوا عن النساء البكر وأعمارهم تقل عنهم بعشرين سنة. هذا ما يمارس في العالم العربي. يعني علينا أن نكون واضحين اليوم حين تتطلع على الأرقام، أنا تتحدث عن إحصائيات في الأردن، لماذا النساء المطلقات أو الأرامل هن الأقل من يتزوجن؟ لأن هناك نظرة اجتماعية سائدة بأن الفتاة المطلوبة في الزواج، الأرقام من الأردن على سبيل المثال، من سن 21 سنة إلى 25 سنة هي الفتاة المرغوبة، بعد هذا السن تصبح عانس. لماذا؟ هناك مفاهيم يجب أن تتغير في مجتمعاتنا قبل أن نقول حللنا كل المشكلات ولم يبقى لدينا إلا تعدد الزوجات. ما هي الخلفية التي تدعو من خلالها هبة ودكتورة زهرة وسواهم من النساء إنه ليش بدنا نشوف مرة أو ست عم تدعي إلى تعدد الزوجات؟ شو السبب؟ أعتقد بأنها تتحدث كل واحدة يعني منهم عن مصلحة خاصة لها. شو مصلحتها هبة برأيك؟ يعني لا أعرف، هي تستطيع أن توضح بشكل أكبر، ولكن هبة أنا متأكدة تماماً لو كان زوجها المرحوم على قيد الحياة لما رضيت أن تشاركها فيه امرأة أخرى، ولكنها ترى بأنها ربما هي بحاجة اليوم أن ترتبط بشخص آخر، قد تكون خياراتها للزواج من شخص أعزب غير مناسب، فستكون فرصها مع شخص متزوج أفضل، لهذا تختار هذا الطريق. ربما تكون أيضا من مرجعية دينية، أحترم هذه المسألة، ولكن لا أتفق معها أكيد. أي من الأسباب؟ ولا سبب من الأسباب، ولا ممكن أتجوز واحد وأبقى أنا زوجة تانية. شوف بقى، أنا ممكن بقى أقبل أنه يتجوز واحدة وأبقى أنا زوجة أولى، لكن أنا ما أتجوزه واحد وأبقى أنا زوجة تانية. لحظة شو صار هلا؟ شو صار هلا؟ كيف غيرتي هيك؟ لا أنا مش عايزة أكون زوجة تانية، أنا ممكن جوزي أنا أبقى زوجة أولى ويتجوز واحدة تانية، ما عنديش مشاكل. طب ده معناه ان الزوجه الثانيه ملهاش نفس حقوق الزوجه الاولى اهو. طبعا هي ملهاش حقوق نفس حقوق الزوجه الاولى، ده حقيقي وده بيحصل، وانا ما قلتش اصلا انها بتتمارس صح. ممارسه التعدديه في المجتمع العربي كلها غلط، ولو انا ولو انا زوجه اولى وهتجوز وجوزي هيتزوج زوجه ثانيه مفيش ما يمنع، انا ما عنديش مشكله، لكن انا كهبه ابقى زوجه ثانيه لا مش عايزه. ده معناه ان انا دلوقتي بقدم والا كنت تزوجت يعني لو هي لي في مصلحه. لحظه هبه، انت عم بتقولي هيك لتبرري انه انت ما عملتي كل هذا الموضوع لانه انت بدك تتزوجي؟ لا طبعا. طيب معلومه مهضومه اعلنها العالم العربي امين دوالي بمؤتمر اطباء القلب باسيا، بيقول انه خطوره اصابه الرجل بامراض القلب والاوعيه الدمويه مرتبط بالأعباء المالية والنفسية الخاصة بتوفير مستلزمات احتياجات عدة أسر. يعني بما يعني أنه المتزوجين من عدة نساء في آن واحد يرتفع احتمال إصابتهم بتصلب الشرايين التاجية بأربعة أضعاف مقارنة مع المتزوجين من امرأة في حالة واحدة. يكون في عبء مادي واجتماعي، كمل الجملة انت قريتها من الأول. في حالة وجود عبء مادي واجتماعي طبعا، ده واحدة بس ممكن تجيب له القلب مش اثنين ثلاثة. هي من دون أعباء. طيب خلينا نشوف أفلام كتير انعملت عن تعدد الزوجات، أفلام كتير عالجت هذه القضية، منهم مين عالجها بشكل كوميدي، منهم مين عالجها بشكل درامي، ولكن هذه القضية موجودة بمجتمعاتنا، كلنا بنتذكر الحجم تولي اللي سيطر. كلها نماذج سيئة للتعددية على فكرة. نماذج سيئة. طبعا، وأنا رفضاها كمان مش قبلها. أصل فكرة التعددية بالنسبة لي ما هياش التعددية إن أنا بس أبقى بستهلك. ممكن تتخيلي حالك، بس بدي منك هبة تطلعي هلا بالشاشه قدامك وشوفي لي، ممكن تتخيلي حالك وحده من هالستات اللي راح نشوفهم هلا؟ يلا على حسب الممثل بقى. حسب الممثل. ام غيم سبقني يا قلبي سبقني عالجنه الحلوه سبقني. صدقيني مش هتحسي ان في حد غيرك. اشمعنى اخترتني؟ ثلاثة على واحد ايه؟ يا دوب أربعة على واحد ايه؟ شكل دوب العين واللني. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حاج. كده الهلال ظهر والرؤية بيت. وحشتوني. وحشتيني يا نور. ربنا يتقبل يا حاج. الحمد لله على سلامتك. وحشتيني يا هدى. الحمد لله على سلامتك. وحشتيني قوي يا فواز. لا إله إلا الله. العيال فين؟ يا عيال. يا هلا. يا كويكون يا
لك وينك انت وياها وياها؟ ليك لا ابن عمي اهلين تقبرني. لك بلا اهلين بلا سهلين تاخذهم من ايدي. يا ربي بدك لك ثلاثه يحضرهم مع بعض. وين صارت هي؟ طيب ان كان هبه وان كان كمان الاستاذه هاله اثنينكم انزعجتوا، يعني شفتكم اثنينكم انزعجتوا حتى بطلتوا تطلعوا على تقرير، اعتبرتوهم انه نماذج سيئه. طبعا. طيب هي نماذج من مجتمعنا، يعني اللي كاتب هاي القصص من وين كتبها؟ يعني كتبها من وقائع عايشها وشايفها قدامه وعايش بيناتهم، يعني انه هو تاني انا واضح ان انا مش عارف اعبر كفايه عن فكري. انا اللي اقصد اقوله ان انا مش بقول لكل واحد يتجوز 4 5 15، انا بقصد اقول ان التعدديه ده تشريع نازل يحل مشاكل او يحل مواقف. ما نقفلش بقى الحته دي ونقول لا انه مش مسموح خالص، ولو اتجوز زي استاذه هاله كده ما قالت انا برفض خالص. انت انت زوجه اولى، ما نعتبر انت زوجي اولى، تسمحي انه يجيب الزوجه الثانيه والثالثه والرابعه يسكنهم معك بنفس البيت؟ يعني لو زوجه واحده في نفس البيت اوكي، هات بيت كبير بقى، يجيب بيت كبير عشان نقعد فيه احنا الاربعه. إذا بيت كبير ومعه فلوس وقادر يصرف عليكم، بتقبلي تكوني مع الثلاثة الباقيين؟ بعد دراستي للموضوع وهيك لما يفوت بتصيروا كل وحدة تتبارى مين بدها؟ ده لازم يبقى حد حلو جدا بقى، حد فظيع يعني. أعتقد إنه هاي النماذج بالإعلام هي أرادت أن تكرس هذه النظرة وهي ليست صحيحة، هذه خيالات مريضة لمن طبعا ألف ووضعها بهذا القالب الكوميدي. لا اسمح لي، في نماذج قائمة موجودة. لا قائمة ليس في نفس المنزل وليس في كما جرت في عائلة الحاج متولي وليس في المسلسل اللي بعده وليس في باب الحارة، هذه كلها نماذج سيئة. باب الحارة ليس نموذج للنساء السوريات في تلك الفترة، والحاج متولي ليسنا النساء هكذا مفتونات بهذا الشخص. صحيح تحصل في المجتمعات تعدد زوجات ولكن لا يحصل لا هذا الانسجام ولا بهذا الشكل. هذه في إطار كوميدي واستهلاكي والترويج لفكرة. أنا أعتقد بأنه بهذا الشكل هو خيال مريض لمن ألف ولمن وضع هذه المسلسلات. فانتازيا. طيب خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع بنتابع نحن وياكم هذه الحلقة. بذكركم بالهاشتاج تعدد الزوجات، خلوكم معنا. انت بتسكت بتحط هون؟ لا لا شو بسكت بحط هون؟ اسكت عندنا حلقة بدي أعملها مثل ما أنا بدي أعملها، مثل ما أنت بدك تعمليها. توني خليك مع بعد شوي بتطلع على الصرخة وبشوف الشباب والصبايا راكدين. الحقنا ست مريم كبت حالها. خليكي ما تتحرك، المهم نفوتها طوارئ. يعني لسه زوجي اذا راد يتزوج ارمله ومطلقه امنع؟ لا ما امنع. اسمحي لي 15 هذه طفله لا تتزوج 15 سنه. مزوجه انت نائبه حاسب الحكومه ان تقوم بواجبها، مش تطلب من الناس تروح تعدل. هذا لك الي مش غلط. بصراحه سخيفه وتهين النساء بنكحوا فعل أمر. بعدي محلي بقعد محلي أحسن ما يتحمس على الرابعة. اللي ليش تزوجت أكثر من ست؟ كل مرة إلها لجة، ولا بعد هالعمر إذا حبيت كمان بتلفلك. وكأنك مهيأ لزواج خامس جاهز. شو بيصير لك تشتري بس على أساس تربح؟ مش خبرك انه بده يتزوج عليك؟ زعلتي شوي؟ شوي زعلنك. السيارة بدها توصل لوين؟ خلاص ما عجبتها. بنحييكم وبذكر بالهاشتاج اللي اطلقناه هو تعدد الزوجات. أرحب أولاً بضيفتي من العراق النائب في البرلمان العراقي جميلة العبيدي. مساء الخير. أهلاً وسهلاً. وجميلة العبيدي هي من الستات الناشطات اللواتي يحرضنا ويشجعنا على تعدد الزوجات. خلينا نشوف. إن الواجب علينا أن ننصف حالنا مع بعضنا ونشجع الرجال على الزواج بأكثر من واحدة وننبذ ثقافة المرأة الواحدة على حساب أخواتنا، وإن من دواعي مسؤولياتنا أن نلتفت لعلاج هذه الظاهرة الخطيرة التي إذا ما عالجت سوف تؤدي إلى طعن كرامتها، وهذا ما لا نرضاه لأخواتنا وبناتنا، ولنطلق شعار
نقبل بعضنا شريكات من أجل صون كرامة المرأة. في المقلب الآخر معي المحامية الأردنية هالة عاهد، مستشارة قانونية في اتحاد المرأة الأردنية، ومن لبنان أسماء مصطفى، رئيسة جمعية الاتحاد النسائي للعاملات في الشمال وكمان ضد تعدد الزوجات. برأيك الشخصي؟ يعني أنا كرأيي الشخصي أنا ضد، ولكن في شريعة سماوية بتشرع هالشي، وهيدا اللي هلأ من بينه بسياق الحلقة. جميلة العبيدي وبضيوفك الكرام، الله يخليك. والموضوع اللي اتخذته موضوع طبعا مهم جدا لمجتمعاتنا احنا، نشاطات هلا على السوشيال ميديا يعني بنشوف من السعودية من العراق. نعم. يعني ستات عم بيشجعوا النساء على تقبل فكرة. كنا نتمنى الحكومات العربية هي اللي كانت تقدم حقوق المرأة بدون ما تخلي المرأة تضطر اليوم هي تطالب بهذا الحق، لمن الحياء والخجل انه المرأة تطالب بهذا حقها. ولكن اليوم لكن نعم عفوا ستنا، اليوم انت عم بتطالبي بحق يمكن بعض. نعم. الستات عم بيعتبروه انه انت عم بترجعي المرأة لورا. اي حق عم تحكي فيه؟ اليوم انا اقول لاخواتي، نحن في العراق، انا اتكلم عن ظروف هي اللي. نعم. خلت عندي انا نادي بصوت عالي. يمكن لو اتيت علي قبل 15 سنه انا حالي حال الدكتوره والدكتوره انه ارفض. نعم. لكن احنا من العراق فقدنا كثير من الارواح الذكور، كانت هي الذكور لان ماده الحربيه الرجال وضحيتها. نعم. الرجال، فتسبب كثير من الارامل عندنا، وبالاضافه الى الظروف الاقتصاديه والسياسيه ايضا اثرت في كثره الطلاق وكثره ما عاد اقول العوانس، لأن أختي تزعل، خواتي يزعلوا من كلمة عوانس. أقول الفتاة اللي فاتها قطار الزواج إلا تريدون اللي هي تقدمت بالعمر، أي كلام إنه أنا من ضمن كرامتها أقول. أرامل فهمنا، لأنه. نعم. الرجال يذهبون. نعم. إلى الحرب ويموتون. طيب المطلقات ليه؟ المطلقات والكبيرات بالعمر، لماذا ليه؟ الفتيات لحد الآن لم يأخذ حقهم من نصيبهم من هذه الدنيا؟ المطلقات هذه أيضا ليه؟ بسبب أيضا الوضع الاقتصادي اللي موجود، هي تعطيل الشباب أو البطالة اللي موجودة للشباب والظروف الاقتصادية الصعبة على الشباب أيضا عزف عن الزواج. ست جميلة، في إشياء عم بتناقضي نفسك فيها. تمام. نعم. يعني عم بتقولي إنه في ناس مطلقات لأنه الوضع الاقتصادي، بسبب الوضع الاقتصادي عم بيصير في طلاق، وبالمقابل عم تدعي، يعني الواحد عم بيطلق مرته لانه عنده وضع اقتصادي مش قادر يعيشها، عم تدعي انه يتزوج اثنين وثلاثه واربعه، كيف بده يعيشها؟ احنا اللي نريد نضع حلول لهذه الظاهره، وهذه الظاهره تنحل بعده حلول، من ضمنها انه الحل الاقتصادي قدنا، لكن عندي 25 من نسبه هذه النساء هي يتجاوز عمرها بين 15 25 سنه، زين هذه اين مكانها في المجتمع؟ اذا ما احد يقبل، اولا الشاب امه ما تقبل يتزوج مطلقه وارمله، أعرافنا وتقاليدنا تقول شنو اللي جابرك أنه تأخذ أرملة أو مطلقة. أنا بداية مشروعي أنه أول ما شجعت الشاب وأنه الدولة تنطيه، بالضبط الدولة تنطيه مضاعف المنحة إذا تزوج من أرملة أو مطلقة. اسمح لي هذه النقطة. نعم. مهم نرد عليها. نعم. إذا سمحت، لأنه التي تفضل فيه الأستاذة جميلة هو كل من يدعو إلى تعدد الزوجات يتمسك بهذه الحجة، لذا علينا أن نفندها، هل هذا هو واقع الحال؟ وهل عملياً تعدد الزوجات هو الذي سيحل هذه الإشكاليات، هذه المشكلة؟ الأستاذة جميلة تحدثت عن مشاكل اقتصادية، تعدد الزوجات لن يحلها، لأنه بهذا المعنى سيحل مشكلة أو من سيتزوج، الرجل المقتدر على الزواج، وبالتالي الشباب الذين يعزفون بشكل كبير عن الزواج بسبب البطالة وبسبب الظروف الاقتصادية لن يتمكنوا من الزواج. هناك عزوف لدى الشباب عن الزواج بسبب الأوضاع الاقتصادية وبسبب البطالة وبسبب حالة اليأس التي يعيشها الشباب العربي، هذه مسألة حلها لن يكون في تعدد الزوجات. هذه المشكلة أنا اللي أيضاً أذكر. لا أنا أود أن أريد الحل الاقتصادي. لا أنا أريد أن أعلق على الحل الاقتصادي. 15-25 سنة، اسمحي لي، 15 هذه طفلة لا تتزوج 15 سنة. مزوجة. حضرتك متزوجة؟ الحمد لله. كم متزوجة وجدة. زوجك متزوج عليكي؟ سابقا، لكن حاليا لا. ليه؟ ليه سابقا حاليا لا؟ هي قسمة ونصيب، يعني سع زوجي إذا راد يتزوج أرملة ومطلقة أمنع؟ لا ما أمنع بسبب هاي ظروفنا، إنه مصلحة المجتمع. أنت الزوجة الأولى؟ لا الثانية. الثانية يعني أنت. نعم. جيتي زوجة على. نعم. على زوجة.
نعم. كانت زوجته عنده مسائل أشارت ستي لها. هذا ما موضوع شخصي، احنا نحكي لا على لا شوفي اذا بترضي بتعدد الزوجات بين نفس نعم. الرجل حبيبتي احنا نحكي على مجتمعات ولا نحكي على قضيه شخصيه، احنا مصلحه المجتمع فوق المصلحه الشخصيه، انا نفس شعوركم اعيشه، اذا زوجي راح يتزوج انا اغار، لكن بنفس الوقت لازم اكمن على غيرتي واخليه يتزوج، اذا اقول له الخطب رقبتك، انه اكو ايضا قلنا المراه لها نفس الاحاسيس والمشاعر مال الرجل، لكن الرجل انت تعرف انه يشبع رغباته عادي، لكن المراه مثل الماسكه على جمره، لا تستطيع ان تطلق احساسها ومشاعرها. تمام زين إيه؟ المراه ما من حقها ايضا هاي نسبه الارامل المطلقات قلت لك 25% هي بين عمر 15 و25 سنه، لا يحق لها ان تصبح ام وام وبيت، وبالاضافه احنا لا جميله انت تخلقي شغل مشكله لا تخلقي حل، المشاكل الموضوع الذي تتحدثي عنه اسمحي لي، الموضوع الذي تتحدثي عنه لا انت ذكرتي مشاكل واقعيه في عالمنا العربي كله ليس في العراق لوحده، مشاكل اقتصاديه قد نسمي ارتفاع سن الزواج هو ايضا مشكله، هناك العديد من المشاكل، ولكن اقتراح والتشجيع على تعدد الزوجات هو سيخلق اشكاليات ولا يخلق حلول لهذه المشاكل. اولا أشرنا لموضوع بطالة الشباب وعزوفهم عن الزواج، كيف سيحل تعدد الزوجات؟ لن يحل لأننا سنجد شباب لا يجدوا نساء ليتزوجوهم، هذه مسألة. المسألة الأخرى بدل أن نذهب إلى الحلول وإن كانت أكثر صعوبة ولكنها على المدى الطويل أهم في مجتمعاتنا، بمعنى أن لا ننظر للمرأة التي يتجاوز عمرها 25 سنة أو 30 سنة بأنه قد فاتها قطار الزواج، لأنه لم يفتها قطار الزواج، ما زال أمامها فرصة لتبني حياة وأسرة مع كائن من كان. ثانياً النظرة للمرأة بأنها لا تكون امرأة مكتملة في داخل المجتمع إلا إذا تزوجت، هذه كمان أيضاً مشكلة في ثقافتنا يجب أن يتم تغييرها بشكل أساسي قبل أن نقول بالتعدد. ثم أن ننظر إلى مؤسسة الزواج على أنها مؤسسة صرف وإنفاق، هذه بصراحة إهانة للشركاء داخل هذه المؤسسة، وإهانة أيضاً وتسخيف وتسطيح لمفهوم الزواج نفسه. على الدولة اليوم أن تنهض بمسؤولياتها اتجاه الأرامل، اتجاه الأطفال، اتجاه المطلقات، أن تلجأ بمسؤولياتها، لا أن نحمل هذه الأعباء ونقول بأن المرأة وظيفتها داخل هذه العلاقة الزوجية أن تجد من ينفق عليها فقط، هذا إهانة وتحقير للعلاقات الزوجية. ستي العزيزة في هذا السياق أنا أرد عليك. ستي لا لا ستي، إحنا قلنا الدولة اقتصاديا، لكن ذكرنا أيضا أن خلقناكم من نفس واحدة، يعني المرأة يعني ما تكتمل بالزواج، إذا لماذا الناس تتزاوج؟ إذا المرأة يعني هاي احتقار إلى الزواج. إذا كان اختيارها، إذا كان اختيارها لا تريد أن تتزوج. هذه خلقة ربانية فطرة موجود نفس الإحساس والمشاعر، إذا المرأة كلها ما إنه ما لازم تتزوج يعني ما تصير أم، وإذا ما تصير أم لازم ما تشكل أسرة، وإذا ما تشكل أسرة ما تشكل مجتمع. لا تشكل أسرة يعني إلا على حساب أسرة أخرى. ولكن طريق تعدد الزوجات. أستاذة جميلة، لا أحد ينكر على المرأة احتياجاتها الجسدية، بالأخير هذا حق إنساني طبيعي. خلاص شو وللمرأة وللمرأة لا 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 اسمحي لي، وللمرأة وللمرأة كما للرجل الحق في الاختيار أن يدخلوا في هذه العلاقات الزواجية الرضائية لإرضاء هذه العلاقات. يخلقوها؟ هل فقط في تعدد الزوجات ترتبط برجل غير مرتبط؟ ستي العزيزة ببساطة انت هذا عرافك وتقاليدك أنه ينكر أنه الشاب يأخذ مطلقة أو أرملة. هل نحن اليوم في العالم العربي بحاجة إلى إيجاد جمعيات ومبادرات وغيرها لتشجيع التعدد والقوانين العربية لا تمنعها باستثناء تونس على سبيل المثال، والرجال يمارسون التعدد متى شاءوا، هذه مسألة مختلفة لا تحتاج هذه المبادرات. كنت أتمنى المبادرة التي خرجت من سعادتك والمبادرات خرجت من الأردن والمبادرات خرجت من السعودية ومن غيرها أن تخرج لتغيير هذه المفاهيم السائدة في المجتمع التي تنظر للمرأة بأنه قد فاتها قطار الزواج وبأنه لا يجوز الزواج من أرملة وبأنه لا يجوز الزواج من مطلقة. تذهب إلى الحل الأسهل، تريح الدولة. اسمحي لي خليني أكمل لو سمحت تريح الدولة من أن تتهرب من مسؤولياتها وتذهب إلى هذا الحل، ونذهب في إطار التفكك العلاقات الأسرية والنظر إلى الزواج بوصفه فقط وأنه علاقة جسدية أو فقط بأنه مكون اقتصادي. هذا ليس سبب، ليس فقط علاقة جسدية. لماذا الناس على التخص غير شرعية؟ ليس فقط علاقة جسدية. أما بالنسبة للشريعة الإسلامية لا تحملوها أكثر مما تحتمل الموضوع اليوم. الشريعة تحتمل أكثر، هذا شرع الله. الإسلام لم يأتي ليشرع التعدد ولا ليشجع على التعدد. التعدد كان في الإسلام كان رخصة للرجال لأسباب محددة ومضبوط ضمن شروط لها علاقة بالعدل. بالرجل.
بالرجل نعم ولا تحدث. المجتمع ما له حقوق بس الرجل له حقوق، اذا الرجل ما اي مجتمع عم تحكي عنه مجتمع يراد ينهار. لحظه انا اتحدث اليوم عن يعني انت تريد ان تحدث عن الاسلام. انا اتحدث عن التعدد في الاسلام. اولا لا نستطيع ان نتعامل معه بانه يعني توجه للدفع باتجاه التعدد، لانه جاء ليقيد ما الممارسات التي كانت سائده بهذا السياق. والتعدد في هذه الحالة في الإسلام جاء كما تعامل الإسلام مع موضوع الرق، ولا يجوز أن نقول بالممارسات التي نشهدها اليوم سبي النساء وغيرها، وهذه ممارسات كانت سائدة. أنا أنظر للتعدد في هذا السياق، جاء في ذلك الوقت، جاء في ذلك الوقت. بعيد عن الموضوع. لا هذا له علاقة بالتعدد. محتاجات حكومة ما قامت بواجبها. لا لسنا محتاجات. ما قامت بواجبها. أولادها مشردين ما يتعلمون بسبب الظروف الاقتصادية. تقوم بمناسبة. أنت نائبة حاسب الحكومة أن تقوم بواجبها، مش تطلب من الناس تروح تعدد. قضيناها نحكي حل اقتصادي، لكن ال 25 ضعي قوانين، ضعي محاسبة، هذا دورك كنائبة في البرلمان وليس التشجيع على التعدد. هذا تهرب من المسؤولية. أنت اللي تتهربي من المسؤولية. أنا لست نائبة، نعم. أنا المرأة بالإسلام، بالإسلام لي الحق أن أضع شرطا في عقد الزواج أن لا يعدد زوجي علي. دقيقة. هذه مسألة مهمة. لماذا المرأة ترفض الزواج التعددي؟ ليش ما تريد الشريكة لها؟ ليش؟ لأن تريد تحتك الرجل بأنانيتها. تحتكره حرة. أنا زوجها. أجل هذيك ما لها حق، اللي ما عندها زوج. تتزوج واحد مش متزوج. تتزوج واحد مش ممكن. ليه الرجل له حق يحتكر المرأة؟ المرأة ما لها حق تحتكر الرجل، ليش الرجل له حق يحتكر؟ لأن الله عملها أكرم، يعني الله فضلها بهذا الشيء، ما خلاها سلعة تنعرض لأي واحد، الله كرمها، كرمها أزيد من الرجل. والدليل على ذلك تكريم المرأة، تكريم المرأة عن الرجل، تكريم المرأة عن الرجل، قال الجنة تحت أقدام الأمهات. كرمها عن الرجل، قالها أنت تعملين بالبيت والرجل برا يتبهدل وهو المسؤول عن المعاش. كرمها بالورث، خلى نصف الورث إلها كومين للرجل، لكن الرجل إذا كانت هي أخت أخوها يصرف عليها، هي ما تصرف من مالها الخاص، وإذا كان زوجها أيضا هو يصرف من حصته، هي لا تصرف، وإن صرفت تعتبر لها صدقة، فهذا تفضيل. لا يعني لا لا أنتوا لا ضد التعددية، يعني الشرع يكفل التعدد. ليش؟ نعم. ليش أنتوا ضد؟ أنا كرأيي الشخصي أنا ضد، ولكن ما فيني أنكر شرع الله. شرع الله قال مثنى وثلاث ورباع وإن لم تعدلوا فواحدة ولن تعدلوا. بس اليوم أنا ممكن يعني أجيز للرجل أنه زواج تاني، قلت أنا في حال مرض الزوجة، في حال العقم وبده أولاد. يعني هلأ أنت رجعتي على البيت، خلصتي الحلقة، رجعتي على البيت، لقيتي زوجك متزوج وحدة تانية. ليش؟ شو الأسباب؟ مصلحة فردية. وبعدين طلع على باله هي منع. حاجة مثل ما عم بتقول. مصلحة فردية. مصلحة فردية. أنا اليوم بعقد الزواج لما بده ينكتب الكتاب عنا بالطائفة المسلمة، فيني أشترط عدم تعدد الزوجات. أنا ما برضى. أنت مشترطي؟ بشترطي بعقد زواجي؟ لا. يعني طيب. ضد الشريعة. أنت مش مشترطة بعقد زوجك، رحتي هلأ على البيت لقيتي زوجك مزوج يعني عليك وحدة تانية، يعني تشترط ضد الشريعة. هذا ليس جائز. أنا كشخصيا لحظة بس خلونا نركز بحديث. أنا شخصيا أطلب الطلاق. أنا شخصيا أطلب الطلاق لأني أرفض أن أعيش مع امرأة ثانية. بده وحدة تانية صحتين على قلبه، بس أنا أرفض أني أعيش طلاق. بس أنا أرفض أني أعيش مع زوجي تاني. هذا رأيي الشخصي. أنا هسه أنا عايشة مع 6-7-8 خوات، هذا موجودة، وأب واحد وأم واحدة، ما يصير بيناتنا خلاف ونعيش على طياب وشي. هيدي أختك زين. لا مش ضرطك الزوج أختي. ليش زين؟ أب واحد زين، زوج واحد وزوجتين او ثلاثة او اربعة، ليش هنا اعمل اشكالات على الزوج وعلى الاب ما اعمل اشكالات؟ ليش ما احب ابويا؟ اسمحي لي ارد عليكي. ما هيدا محرم عليك. لا بس هذا لإلي. اسمحي لي ارد عليكي. شو الي؟ رجعنا ذكرتها. الي مش غلط. انانيتها. انانية صحيح. المرأة تريد انه ما اي شيء بالمجتمع. يا انا الغيرة بنفس المرأة هي فطرة. رجعنا على حق المرأة ايضا تفكر بهاي العلاقة. ايضا استاذه جميله، شو الحكمه؟ نعطيها حقها. شو الحكمه؟ المحرومه من هذا الحق نعطيها هذا الحق. شو الحكمه من انه الاسلام حرم انه الرجل يجمع باختين او يجمع المراه وعمتها او المراه وخالتها؟ لماذا؟ طبعا لانه يعلم تماما ليس الاسلام ان العلاقه ستتضرر
ولا يريد أن تنعكس على العلاقات الأسرية بهذا التضرر. إذا أخوات تنتين مش رح يقدروا يتزوجوا نفس الشخص اللي هم عايشين مع بعض ممتاز. يعني الطبيعة والفطرة الإنسانية على هذا الزواج. أنا حالي حالكم همر أو أغار ومثلكم أريد أحتك الرجل. الموضوع مش بس غيرة. ولا ممكن تصدق. لا ليس فقط غيرة. ولا ممكن تصدق. ليس فقط غيرة بصدق. ليس فقط غيرة. ليس فقط غيرة. أنا أغار سع زوجي ده الزوج أغار شي لكن أقبل أضغط على نفسي وانطشي من حقي. بتشجعي بنتك بنتي للزوجة ثاني زوجة ما صار لها شهر وأيضا لو تيجي تكلمها بثقافة أولادي وعائلتي كلهم يتكلمون بثقافة أنه احتياج المجتمع أهم من الاحتياج الفردي. خلينا نرجع نسمع. أولا أنا مقتنعة تماما أيضا كما قالت الأخوات بأن هذا منصوص عليه شرعا ولكني مقتنعة أنه رخصة وليس وجوبا. أنا أرفضه لأنه برأيي يهين النساء وبدأنا نسمع أسباب بصراحة سخيفة وتهين النساء وتهين الرجال وتهين المؤسسة. اليوم اذهب إلى السعودية وافتح على أي موقع لدار الإفتاء حين يأتي سؤال لماذا شرع الإسلام التعدد يقول لك والله المرأة تحيض 6 أيام ولا يستطيع زوجها أن يقترب منها. نعم علشان المرأة لم تستطع أن تقترب منها 6 أيام تريد أن تذهب لتتزوج بأخرى. المسألة الأخرى المرأة تنفس 40 يوما بعد الولادة فلا يستطيع الاقتراب منها. بدل أن تكون إلى جانبها وترعى ابنك وابنها أو ابنتك وابنتها وتكون سهران معها تريد أن تتركها وتذهب لتبحث عن امرأة أخرى لأن 40 يوم لم تستطع أن تكون لك جسديا. ذكرت أنه هي ما ضروري يعني مو جبرا بالإسلام. لا جبرا أنا لا أقول بالإسلام جبرا. نحن مسلمين ونعلم تعدد الزوجات هو الأصل مثنى وثلاث ورباع بالنص القرآن. فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء انكحوا. فإن خفتم يعني في شرط وجواب الشرط انكحوا ما طاب لكم من مثنى وثلاث ورباع فانكحوا فعل الأمر. هنا أمر جاء والزواج تكملة. من واحدة هو حالة استثناء لكنها أصبحت الأصل بثقافة المرأة وأنانيتها لأن تهم الرجل. كنت عم تتكلمي شغلي بالشرع. نعم انكحوا انكحوا ما طاب لكم من النساء من المرأة وثلاث ورباع انكحوا فعل الأمر لما فعل الأمر أريد أن الفعل. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. العدالة أيضا انطابيها الله سبحانه وتعالى جائز أو ما جائز. إحنا آخر شيء أقول لكم قدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم تمام. أول ما تزوج خديجة بديها. الكبرى فما تزوج عليها اسمحي ما تزوج عليها أكبر منه هي أكبر منه هي لكن بعد ما توفت سيدنا خديجة أمنا صارت الحروب وكثرة الأرامل بوقتها من كثرة الأرامل راح الرسول يتزوج لا 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 لو سمحتي لو سمحتي ما تزوج ما تزوج انتم اذا سمحتي انتم تحكون بالهيج الشعارات اللماعة لكن حقيقة الواقع والمجتمع غير هذا الشيء. يسمح الشرع الإسلامي بتعدد الزوجات بس ليس عشوائيا وغوغائيا. بالزمان كانوا يشجعوا عليه لأنه كان في نقص بالرجال يموتون في الحرب والمعارك وكانوا النساء كتار. نحن عنا لما يكون في ضرورة فردية مثلا المرأة مريضة عقيم أي أفضل يطلقها ويعرف بين مجتمعها مطلقة لأنه ما بجيب أولاد ويتزوج غيرها أو تبقى ويتزوج غيرها. من زمان في حرب العالمية الثانية خسرت ألمانيا كل شبابها بالحرب. هتلر استدعى الحج أمين حسيني مفتي فلسطين كان هربان من الإنجليز وقعد بألمانيا فسأله قال له عندكم نظام أنتو يبيح تعدد الزوجات وكذا عمل لي المشروع لحتى عندي 5 ملايين صبية بنت بدون رجال. كل واحد بيقول لي يا قاضي الله سمح لي اتزوج 4 بده يتزوج لأنه آدمي ما بيروح بصاحب مثل ما بيحصل اليوم في أغلب العالم. بيتزوج من زوجه زواج شرعي قانونه بإرادته وبنحط له شرط مليء وكسوب وقادر على الإنفاق على زوجتين وتحقيق العدالة والقسام بينهما. في وهم عند بعض النساء الغيورات وأغلب النسوان بيقول أنا بفضل موت 1000 مرة وطلقه ولا يتزوج عليه. بنص الشرع والقانون قرار حقوق العائلة إذا اشترطت الزوجة على زوجها أن لا يتزوج عليها
فإن تزوج عليها فهي طالق ولها جميع الحقوق. الانعكاسات السلبية اليوم بيهمل الرجل اللي بتزوج واحدة تاني لكل جديد رهجة، انه هيدي جديدة وطازة وصبية وحلوة وكذا، بيهمل هيديك اكتر شيء بيبعت لها نفقتها، لانه في رجال كل واحد يختلف عن الثاني، مثل سيارة بمية حصان وسيارة ديشيفو صغيرة. قد يكون ومر علي انا رجالا ونساء عندهم طاقة هائلة، قوة هائلة ما بتكفي مرة. أباح الإسلام تعدد الزيجات لكن ما أوجبه. كان هناك منتشر جدا تعدد الزيجات بشكل فيه إفراط حد بأربعة، إنه الإسلام ما جعل تعدد الزوجات مباح بشكل عام، لا وضع له قيود، بل وضع قيد شبه مستحيل التطبيق، اللي هو قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. والعدالة أمر صعب التحقق جدا، في صعوبة بتحقيقه. بالتالي كأنه كان عم بقول للناس ما تعددوا زوجات، لأنكم إذا كنت تعددوا بدكم تعدلوا بين زيجاتكم، لأنه عادة له تداعيات وخيمة على الأسرة تعدد الزيجات، على الأقل على الأقل أنه بتخف وفاء والإخلاص من الزوجة تجاه زوجة. على المستوينا الشخصي ما بننصح إطلاقا بتعدد الزيجات، لأنه عم بيساهم بتفكك الأسر وعم يعمل مشاكل اجتماعية كبيرة. إذا بدنا نيجي نحن نراقب الظاهرة، مفاسدها أكتر بكتير من محاسنها. مرة من المرات إجا شاب لعندي مسيحي أسلم، زوجته وحدي، بعد فترة إجا لعندي تزوج أيضا امرأة أخرى، ثم ثالثة ثم رابعة، بعدين عم لاطفني قلت له لك يا جورج أنت ما فهمت من الإسلام غير انه فيك تزوج في أربعة. حتى نحن عنا بيئتنا الإسلامية كتير من الناس ما بيفهموا من هالشغلة إلا انه عندهم مجال ليعددوا وينوعوا على مستوى زوجاتهم. انت بتسكت حطان؟ لا لا شو بسكت حطان؟ سكت عنا حلقة بدي اعملها مثل ما انا بدي اعملها، مثل ما انت بدك تعمليها. توني خليك مع بعد شوي بتطلع على الصرخة وبشوف الشباب والصبايا راكدين. الحقنا ست مريم كبت حالها، خليكي ما تتحرك، لا بدنا نفوتها طوارئ، بتقعدي محلي بقعد محلي، احسن ما يتحمس على الرابعه. اللي ليش تزوجت اكثر من ست؟ كل فرش لها عزه وكل سيف له هزه وكل مراه لها لجه. هلا حبيتهم كلهم؟ ولا بعد هالعمر اذا حبيت كمان بتلفلك. وكانك مهيئ لزواج خامس. جاهز. شو بعد بده؟ مين بتحب اكثر فيهم؟ انا بحب حالي. مين ساحرتك من الثلاثة؟ ما حدا ساحرني، ساحريني برا. لا شو بيصير لك تشتري بس على اساس تربح؟ بس خبرك انه بده يتزوج عليك؟ زعلتي شوي؟ ايش شوي زعلني؟ السيارة بدها توصل لوين؟ خلاص ما عجبت. هيك انت بتسكت حطان؟ لا لا شو بسكت بحطان؟ سكت عندنا حلقه بدي اعملها مثل ما انا بدي اعملها، مثل ما انت بدك تعمليها. لا ما تكتر حكي. لا لا انا اللي بحكي وحط العلم البرنامج. سؤال واحد انت بتسال، فيكش تزعيلي البرنامج بس. مين عم بيسمع اليوم العروين؟ هول الميتين اللي عم بيسمعوا التلفزيون اليوم. ابنك عمره سنتين اشطر. توني فيك تاجلون اللي عم تحكيون هلا انت وياهم او لازم هلا تعملون؟ يلا خلصنا. خلص هلا رح يرجعوا يقعدوا. لا مين بده يرجعون يجوا يقعدوا؟ لا بده يفوتوا اثنين. مين هون من هون نسوين؟ قلت لك ما بدي يكون مع حدا. خذوا معهم بس يحكوك انتين. لحقي اجت قعدت هون. توني خليك مع لا يا ست مريم لا. بنرجع لنتابع معكم. ببداية الحلقة قلنا إن شاء الله تكمل الحلقة معنا مريم نور، ولكن للأسف لا هي بتتعلم وشكلنا نحن كمان ما عم نتعلم. يعني المشكلة عنا قبل ما تكون عندها، إنه دايما بنرجع بنقول إنه بركي هالمرة بتزبط،
خصوصا انه هاي الحلقه بالذات كنا ابتدينا بتصويرها من فتره، ابتدينا بجزء من تصويرها بفتره، وعلى اساس عملت نفس المشكله ست مريم لما شافت اشخاص قاعدين، يعني هي بتبقى عارفه انه جاي في اشخاص، بتوصل فجاه على الاستوديو بتبطل بدها تقعد مع حدا وبتبلش بالكلام. هلا انا بحبها، ايه بحبها، وكلامها مفيد بمعظم الاحيان، كلامها مفيد، بس ما بعرف دائما بتوصل بهيدي النتيجه. يعني مش معنا بس، اذا بنشوفها باكثر من برنامج رح نشوف انه مريم نور يمكن 80 ل 90% ما كملت الحلقه. هيدا مش موضوعنا لانه منه شيء جديد، واكيد بالنسبه لكم مش شيء جديد، بس رح خبركم الليله مع انه ما كنت بدي احكي بهالموضوع شو صار بالحلقه اللي قبل هاي. ولعت مثل العاده، حكيت اللي بدها تحكيه وغادرت الاستوديو على اساس انه بدها تفل. بعد شوي بتطلع على الصرخه وبشوف الشباب والصبايا راكدين، لحقنا شو في؟ قال ست مريم اختصرت الطريق، عربشت على هوني حفه وكبت حالها بدها تروح على الطريق، قال ما بدها تنطر السياره. الله كبير، يعني ما صار الأسوأ من هيك، لانه اذا بتشوفوا المسافه اللي نطت منها او كب، يعني كيف طلعت اصلا ما بعرف، يعني كيف طلعت قدرت تعربش لهالمسافه ما بعرف. خلينا نشوف. معودين انه مريم نور ما بتكفي لا مقابله ولا اي برنامج بتشارك فيه، ولكن يلي فاجأنا هالمره انه مريم فلت قبل ما نبلش تصوير، ولما لحقها زملاء من فريق الاعداد ما قدروا لحقوها قبل ما تتعثر وتوقع. خليكي ما تتحرك يا ست مريم ولا واحد. وبعد يلي صار طمنا على مريم بالمستشفى ورجعنا زرناها بالبيت، دردشنا معها وعطيتنا رأيها باختصار بموضوع حلقتنا. ما بعرف، قال الموضوع انه هي بتقدر تتصرف بجسدها مثل ما بدها، معها العذراء منا بالجسد، منا بالجسد ابدا، تغش ويطلعوا لبرا يفرجوك يفوت عليها دم انه هي ما حدا نكحها. طبيعة كلها بتنكح وبتخلف ما بتاخد اذن من حدا. في كبت يا حبيبتي، وقت اجى الكبت اجى الفلت. ست مريم نحن بنحبك والله العظيم بنحبك، وما عندنا شيء ضدك، وبنحب يعني بنعتبرك اضافه ببعض المواضيع، بس ما بعرف ليه دائما بتوصل الامور لهيدي النتيجه. على المهم الحمد لله على السلامه انه اجت هالقد. خلينا هلا نرجع لموضوعنا بعد الفاصل. شو في؟ بتقعدي محلي بقعد محلي، احسن ما يتحمس على الرابعه. اللي ليش تزوجت اكثر من ست؟ كل مره لها لجه، وهلا بعد هالعمر اذا حبيت كمان بتلفلك. وكانك مهيأ لزواج خامس. جاهز، شو بيصير لك تشتري بس على اساس تربح. انبسط يعني. خبرك انه بده يتزوج عليكي؟ زعلتي شوي؟ شوي زعلك. السيارة بدها توصل لوين؟ خلاص ما اجبرت. بنحييكم من جديد، بنتابع هذه الحلقة، بذكر بالهاشتاج تعدد الزوجات. خليني اعرفكم على كنجو ابو مروان. مساء الخير ابو مروان. اهلا، يسعد مساك. وراح اعرفكم على بدرة. مساء الخير ست بدرة. يا هلا. وعرفكم على بهار. مساء الخير بهار. بدرة وبهار هني زوجتين، زوجة التانية والزوجة الثالثة لكنجو. وين الزوجة الأولى والرابعة؟ الأولى توفت الله يرحمها، والرابعة طلقناها. ليش طلقتها؟ والله ما فعلت تسكن عندي، هي من الهرمل. ايه ما فعلت تسكن عندي ببعلبك،
ولا بدورس الا بالهرمل. ليش متزوج اكثر من زوجي؟ نعم ليش تزوجت اكثر من زوجي؟ بقول لك شغله، بتعدي محلي بقعد محلك احسن ما تضلي ترجمان. تفضل. وبعدين احسن ما يتحمس على الرابعه. يعني هاي سمتها. ابو مروان كيفك؟ هلا يسعد مساك. اهلا اهلا بهلا. قل لي ليش تزوجت اكثر من ست؟ رح احكيك علم انا. حكيني علم وصراحه وكل شيء. ايه هلا كل فرس لها عزه. ايه وكل حصان له فزه وكل سيف له هزه وكل غنمه لها جزه وكل حيوان له رزه وكل مراه لها لزه. ايوه سمعتوا؟ ختام؟ سمعت بس ما فهمتش انا بصراحه. عم بيقول كل زوجي ولا رهجه. لا كل فرس إلها عزه. إلها عزه. وكل حصان له فزه. وكل حصان له فزه. وكل سيف له هزه. وكل سيف له هزه. وكل غنمه إلها جزه. وكل غنمه إلها جزه. وكل حيوان إلها رزه. وكل حيوان له رزه. وكل مره إلها لزه. وكل مره إلها لزه. اوه. النساء فاكهه. نعم. بتاكل من بين ايديها. شو؟ سلامتك. موافقين على هذا الكلام؟ لو مش موافقين هاي من سنة 75. لا 76 عفوا، هذيك من سنة 87. ليش؟ ساكنين بفرد بيت؟ لا. لا كانوا قديما فرد بيت. ايه بعدين يا سيدنا الله عطى وعمرنا لكل واحد. كم ولد عندك ابو مروان؟ 15. الله يخلي لك عمرك ولادك. 15 الله يخليهم. خمس شباب وعشر بنات. موزعين على الأربع نساء؟ لا لا على الأولانية وعلى هاي. والباقيين ما في أولاد؟ غشونا. غشوا. يعني كمان يعني تزوجتهم وكمان غشوك لأنه ما صار في أولاد؟ أولاد 15 ونص جامعيين. الهدف الأساسي من زواجك شو كان؟ الحب. هلا حبيتهم كلهم؟ ابدا ابدا. وهلا بعد هالعمر اذا حبيت كمان بتلفلك. معلش واضح من شكلك صابغ شواربك، حلق دقنك، مشبشب حالك، يعني وكانك مهيأ لزواج خامس. جاهز. عندك الاستعداد؟ جاهز. جاهز؟ هل عندك القدرة؟ نعم. عندك القدرة؟ عندك القدرة على الزواج؟ طبعا. وعندك القدرة المادية والجسدية؟ القدرة المادية هلا في الشباب الله يطول عمرك وعمرهم، أنا ما عاد أشتغل. أنا ما هو مع هن ما عم يخلوني أنزل. قد إيه عمرك اسم الله؟ مواليد 20 كانون سنة 41. يعني حوالي 76 77 سنة. لا اوصل لا 20 كانون يصير 76. لا يوصل 20 كانون. في ولا مرة صار مشاكل بين بعضهم؟ اختلفوا عليك مثلا، غاروا عليك؟ انت ما اجاكي اولاد وساكنة ببيت لحالك مع العيلة ساكنة وهي زينات لحالك. زينات تعتبروها اهانة لكم على بنت جمعكم؟ عايشين مبسوطين. يعني زين اذا ظليتي بلا زواج احسن الا جيتي على ضرة؟ كل واحد بياخذ نصيبه، كلها غصمة ونصيب. كنت بتفضلي انه تكوني متزوجة لشخص مش متزوج عليكي؟ ما صار نصيب. ما صار نصيب. ولكن لو كان صار في نصيب على حدا منه متزوج من قبل، ما كنتي بتفضليه على المتزوج مره واثنين؟ ايه. الشرع بيقول او يشترط ان تعدل. فان خفتم الا تعدلوا فواحده. ايه يعني يشترط العدل. هل انت عم تعدل بيناتهم؟ موجود العدل. موجود. كيف موجود العدل؟ كيف تعدل بيناتهم؟ انا زلمي حج. ايوه. ومتعلم. نعم. واجتماعي. اجتماعي. كيف تعدل بين نسائك؟ هلا هو العدل ما هو باللباس ولا هو بالاكل. العدل بشو؟ همك بالكافي انت مدير اذاعة. ما هو اللي يقول هو عدل او ما عدل؟ نسال زوجاته. لا لا لا. ويا ترى عدل. بس الفكره اللي العدل ليس باللباس وليس بالاكل.
قلت له العدل بيشوف اللي فهمك كفايه بالمعشر. لا بالعكس، هو بالمأكل والمشرب والمطعم هو يعني العداله. يعني الستات بيقولوا مش هيك، حتى مش كل الستات بيقولوا، حتى بالمعشر الزوجي كل اذا هم لحالهم بيقولوا يعني لا العدل. العدل هو بالعلاقه الجسديه بس ولا العاطفه كمان واللبس والملبس والمعشر والمعشر كمان والمعشر والمعشر عادل بيناتكم ولا يعامل زوجي افضل من الباقيين؟ لا كلهم مثل بعض. زين انا اسالك، اخذت وحده منهم ارمله او مطلقه ولا بنات؟ عم تسالك. كلهم بنات. كلهم بنات. إيه اذا مزاج هذا. ولكن هدف تعدد الزوجات كان للمزاج ولا لامر اخر؟ لا والله لا. بصراحه بصراحه ما في امر اخر، بس هيك عندي طبيعه انا. هيك عندي طبيعه. اذا للمزاج. خوجتوني. هلا اذا الانسان بيكسي، إذا الإنسان بيكشي وبيعيش عيش محترمة وبيعلم الأولاد شو بعد بدون؟ يعني هيدا أنت عم بتشرع لحالك الزواج التاني إنه أنت كافي عائلتك من ميلة تاني بدك ترضي رغباتك وشهواتك، هيدا هو اللي عم تقصده؟ كله جائز كله ماشي هيدا هو اللي واضح يعني ما أنه من واضح، هذا الواضح. طيب إن وين غلط الموضوع؟ استاذ طوني لا تنسى منو جوابوا غلط. على الفطره ولكن يجاوبون على الفطره طبعًا. اما احنا نسال وهذا اللي بس في بعض المجتمعات. انا قبل ما اجي كنت عم فكر اقول لك جواك يا طوني والعوافي وشفنت وانت سند وكل الناس ترياك لا انا السبع بزور وانت مال انت يا قرم يا جرناس يا حيد العراك. انا كنت اعمى إذا واحد سبع وعيد العراق شو بيأصروا من الحياة؟ الإدارة قوية يقصد؟ إذا إدارته قوية ومتمكن يدير نسوان وثلاث بيوت أربعة مثل اللي ياخذ أربع شركات يقول عندي إدارة قوية وأستطيع أن أدير بيتين وثلاثة وأربعة. عم بترجم لنا اللي قلته أنت. إيه أول شيء أنا بتشكرك إنك جيت. أهلا بس كنا حابين نسمع من الستات شيء بس. إيه بس في شغل فهمهم إنه ما تحكوا. لا والله والله الطريق كله ما قلت له شيء ولا هون قلت ولا بالبيت قلت له شيء. ليش مين بتحب اكثر فيهم؟ انا بحب حالي. اه حلوه هي، حلوه الصراحه، حلوه الصراحه. هاي سياسه فن. انا بحب فن حالي. الرجال حتى هو هذا الصح، حتى ما يبين اي اللي يحبها زين بين العداله بين الثلاثه اللي بعدهم ما بتحب. معلش يا خواجه طوني قلي، هي المراه اساسا جنس حواء سحر، مشيتها سحر، ابتسامتها سحر، منطقة سحر، أي بتسحر الواحد جائز. مين ساحرتك من الثلاثة؟ ما حدا ساحرني، ساحريني برا. لا هذا يتقي الفتنة بينهم وهذا الصحيح. هي هاي إدارة صحيحة. مش إدارة صحيحة بدأ عبر عن في عنده رغبة. أنتم تريدون تفتنون بينهم؟ لا مش عم نفتن، ما قال لك أنا اللي يعني الصراحة قال لك اللي ساحروا اللي برا، يعني لسه اللي مش متزوجهم اللي برا، يعني في نية لزواج آخر. بس ما أول ما سألته قال إيه، سألته قال إيه عندي في حدا بالبال يعني؟ إيه ما ناكر الرجل. حاطط عينك على حدا؟ ما هو حاطط. هلا انت اذا تاجر، اذا تاجر شو بيصير لك؟ بتشتري بس على اساس تربح. ليش انت بتعتبر المرأة سلعة؟ انت قادر تحصل عليها؟ هلا ما تفوتينا بينا خلينا نشوف وين بده يوصل. هو ما كيف تربح يا حبيبتي؟ تنبسط يعني. ليك هلا اذا انت قمت من النوم واجت المرأة قالت لك صباح الخير، بتخمن انك قبضت شيك بمليون ليرة. أوكي. جابت لك القهوة، بتخمن انك قبضت شيك مضمونة سفرة. ناغشتك شوي. هو الحمام بيناغش بعضه البعض، الحمام بيناغش بعضه البعض. نحن مضينا هالعمر مبسوطين بالعيشة. هلا يمكن الواحد يحكي على المرأة يمكن كذا، بس من راضيها. كيف بتراضيها؟ من راضيها باسلوب الخاص. علمنا لنشوف هالاسلوب. بدك تدفع على انت اليوم يعني تفتخر بحالك اني انا مجوز اربعه؟ تفتخر ليش بفتخر؟ لانه
كلهم كنت حاططهم فرد بيت اساسا، وما تسمع عيطة عندي. طيب اذا بنتك بنت من بناتك اجت قالت لك زوجي بده يتزوج علي وحده او اثنين او ثلاثه، تقبل؟ يمكن انا بساعده بالنقد. استاذ طوني من سالته من استغربت منه من يقول عندي ربعه ويشتغلوا لي ويقدموا لي، انت تقول خذتهم على مود الشغل، حتى اذا خذهم على مود هذا الشغل، لكن قلا هي انت ايش استفادتي من الرجل؟ حضرتك شو استفدتي من زواجك فيه لابو مروان؟ يعني على استفدت كل شيء بالاولاد من يعني شو استفاد ابو تعبين الحمد لله. ايه عنده كل شباب بيسمى للدنيا، سمعتها بيسمى للدنيا عندي. إيه ليش ما استفدت؟ وانت شو استفدتي؟ كمان عمر له الاولاد وجوز له الاولاد الحمد لله. انا جوزت ثلاثة شباب، يعني انت يا شباب جوزتهم انطاج يعني عطاء واخذ، قصدي عطاء واخذ. خبرك انه بده يتزوج عليك؟ إيه؟ خبرك قبل ما تزوج ولا بعد؟ لا قبلها الله معه خلي يتجوز. كيف خبرك؟ كيف خبرني؟ خبرني بدي اجيب عروس، اجيب العروس. كيف خبرني؟ قال لك بدي اجيب عروس. بدي اجيب العروس. الله هنيئتي. ما سالتي ليش بدك تجيب عروس؟ خلص هاي مراتي. بس انت ما سالتي؟ بلا سالته. ايه شو قلتي له؟ قال هاي مراتي. خلص شو بدنا فيه؟ الله معك. انا اولادي عندي مبسوط معمر. شو بدي؟ وعم يقدم لنا كل شيء، عم يعطي لنا مصروف. زين ليش ما قلتي له طلقني؟ ليش ما قلتي له طلقني؟ لا ما بقول. ليه؟ لا ما بقول. عندي اولاد، عندي بنات، مش لهذا الله سبحانه وتعالى خلى التعدد حتى يعني يقلل من نسبه الطلاق ايضا. بس ما اخذ على خاطرك شوي انه يعني شوي بعدين زعلتي شوي؟ شوي زعلنا، قد ما زعلنا زعلنا شوي. ايه وبعدين قد ايه ضليتي زعلانه؟ يعني شي جمعه جمعتين بعدين. ايه بعدين خلاص؟ بعدين قالت لي يا كنجو انا ماني قدك، سامحني برحمة جدك وخليني امسك حدك ونشبك ايدي بايدك ونخلي العشرة تندار. كيف استقبلتيها اول ما اجت اول يوم؟ كيف عادية صراحة؟ بصراحة والله عادية صراحة. كيف استقبلتيها؟ والله عادية يعني اسألها والله عادية، ما زعلت فيها والله عادية. شيخ كنجو اهلا حبيبي. اهلا وانا مبسوط كثير اني تعرفت عليك. الله يخلي لي اياك. بس هلا مش طايقتينا بارمي وجهي علينا كل الفقره. شو المشكله؟ يعني لهم كل الاحترام والتقدير والله يهنيهم بحياتهم، هم عايشين سنوات طويله مع بعض، ولكن انا ما بشوف هذا النموذج انعكاس لحتى نروج لموضوع انه تعدد الزوجات ايجابي وممكن ان يتم. هذه حاله استثناء اولا، ولا استطيع ان اراها في سياق انها نموذج ايجابي قد تم. النساء مغلوبه على امرها، لان كل واحده منهم لو لها الخيار لن تقبل بهذا الزواج، لو كان لها الراي، يعني لو كان القانون يشترط موافقه الزوجه الاولى لن تمنح هذه الموافقه، لانه لا زوجه تقبل ان يشاركها احد اخر. لو كان اليوم على ذمته اربع زوجات وعشق امرأة خامسة ماذا سيفعل؟ هل سيذهب ليطلق زوجة إذا كان على ذمتك أربع زوجات وعشقت امرأة خامسة شو كنت بتعمل؟ شو بعمل؟ باخدها. لا ما أنت ما بحق لك إلا بأربعة. هلا ما بغير مذهبي. غير مذهبك؟ ما في ولا مذهب بيسمع بخمسة. وما ملكت إيمانك. طيب يعني وما ملكت أيمانكم، يعني هو تطويع النص للمصلحة الشخصية، هذا 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 اللي هذا الذي يتم. بس أنا اليوم بنظر للمرأة اللي بترضع نفسها بترضى لغيرها. أنا اليوم وقت اللي ما برضى تجي ضرة أو زوجي تاني على بيتي، كيف أنا بدي أرضى لنفسي كون زوجي تاني ببيت تاني؟ يعني أنا ما برضى لحالي كون زوجي تاني. كيف بدي روح أتجوز واحد مجوز؟ الله سبحانه وتعالى من قبل التعدد حتى لا يكثر الطلاق، من قبلة التعدد ما قبلة تطلب الطلاق بقى التعدد. إذا بالعكس التعدد أنا عندي حل. هو يقلل من نسبة الطلاق. عندي حل. النساء تروح على الحرب هيك بيقول العدد هيك بيقول العدد ما تقبل هم ما تقبل تروح. أنا بدي أتشكرك على حضورك معنا، أهلا وسهلا فيك. كمان دكتور هلا بدي أتشكرك. استاذي اسماء كمان بدي اتشكرك. ابو مروان بدي اتشكرك. حجي وحجي بدي اتشكركم. انا وتضلك بصحتك يا رب. انا هالصبايا ايه اي صبايا لو انه هيك بيت عادي ما في اشاعه وكذا ايه؟
واشرح لكم. اشرح لهم شو؟ الحياة اللي نحن عايشين يعني هيك خبرنا من الحياة الزوجية ضد الشغلة هني. مالك بنشرح لعشان اشرح اشرح كلهم متجوزين احنا هيك السيارة بدها توصل لوين؟ خلاص ما عجبتها خبخ لا تخلي مشكور ما جهز غطر خبخ مشكور شيخ مشكورين حجيت مشكورين جميعا تصبحوا على خير والى اللقاء.